وحنقدم وصفة ندي الروضة بالمكرونة ونطبخ سوا مع دجاج الروضة. حنقطع الطماطم حنحط الطماطم في إبريق الخلاط، حضيف معجون الطماطم وضيف الفلفل وضيف الملح، هشغل حضيف الملح وحضيف الفلفل الأسود. وحضيف زيت الذرة. حغطي الدجاج وسيبه لبضع دقائق لغاية ما يصير القاع ذهبي اللون. بعد مرور بضع دقائق الدجاج أصبح لونه ذهبي، بقلبه بهذا الشكل وبرضه بسيبه لبضع دقائق. حضيف الهيل وحنضيف فصوص المسكة، القرفة وعصير الطماطم. وغطي الدجاج وسيبه لغاية ما يستوي. بغلي المي، بضيف لها حوالي ملعقة كبيرة من الزيت وأضيف الملح ونضيف المكرونة. حسيب المكرونة حوالي 8 دقايق لغاية ما تنسلق. بعد ما أسلق المكرونة أحطها في طبق التقديم. وحضيف فوقها الزبدة. نحط الدجاج. ونوزع فوقه صلصة البندورة. وزيد رمضانك بركة مع أطيب طبق من دجاج الروضة.